رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعى ثلة من الوزراء، ثلة من وزراء حكومة أحمد الحشيني، وحكي على جملة من المواضيع خاصة اللي تخص معيشة المواطن التونسي. نعرف أنه توا موسم جني الزيتون، نحكيه على زيت الزيتون التونسي، ونحكيه زيادة حتى على زيت المدعم. رئيس الجمهورية حكي عليهم الزوز البارح في لقاء جمع فيه كل من وزير الداخلية كامل لفقي، وأيضا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، وكنت معهم زيادة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، وأيضا حاضر معهم رئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي. انتقد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الارتفاع اللي سجلناه في أسعار زيت الزيتون، نحكي على 25 دينار و30 دينار. بتابعة الحال رئيس الجمهورية أشار إلى أن تونس تنتج أفضل أنواع الزيتين في العالم الكل، وتحتل المراتب الأولى لأكبر غابات هذه الشجرة المباركة. وقال رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن القبول بأن ترتفع أسعار الزيت بهذا الشكل مهما كانت المبررات اللي حاول أنه يقدمها البعض، إما لإخفاء الاحتكار والتحايل على القانون، مع العلم وإنه الجزء الأكبر من صابة الزيتون موجه للتصدير، وأكثر من هكا يباع بعد تعليبه في الخارج دون الإشارة إلى مصدره، يعني لأنه زيت رفيع وكل شيء يصدره البرة، والبرة وقت يعلبوه ميمبا يحطوا دولة المصدر اللي هو معناها زيت زيتون تونسي. الرئيس تطرق مطولا للموضوع هذا، وزيد أحكي على زيت النباتي. زيت النباتي اللي هو زيت مدعم، واللي الدولة تضخ في ألاف المليارات سنويا باش توفر الزيت هذا، لأنه المواطنين ما همش لاقينه، وبالعكس يستغلوه الناس اللي هما يخدموا بيه لي ريستوران اتسيتيرا، معناه اللي يخدموا بيه الكل، ومش موجود للمواطن لأنه هو مدعم باش يستهلكوه الناس. رئيس الجمهورية هوني أسدى تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للمضاربة والاحتكار وتحميل المسؤولية كاملة لأي جهة تسعى إلى المس بقوت المواطنين على وجه العموم. ودعا أيضا رئيس الجمهورية إلى تفكيك كل الشبكات اللي تستولي على الزيت المدعم، وتحول الوجهة متاعه من زيت للاستهلاك إلى زيت للاستعمال الصناعي. وأشار إلى أنه هذا الصنف من الزيت الذي يعرف لدى عموم المواطنين بزيت الحاك، والمجموعة الوطنية قاعدة تدفع كل عام ألف المليارات. يقول هو غايب في أكثر المحلات التجارية بسبب هالممارسات الإجرامية، يوصفها رئيس الجمهورية بممارسات إجرامية، لأنها تسعى إلى التنكيل بالشعب والاستيلاء على مقدراته على حد تعبير رئيس الجمهورية. كما شدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لدعوة الجميع إلى احترام القانون. وأكد في هذا الخصوص رئيس الجمهورية بأنه لا أحد فوق القانون، ودعا بالمناسبة الجميع إلى الانخراط في هذه المعركة اللي يخوضها الشعب التونسي ضد الذين عاثوا في البلاد فساد، وما زال عدد منهم يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة على حد تعبير رئيس الجمهورية. قرارات أخرى يعلنها رئيس الجمهورية أيضا في إطار التقشف، قرارات تاريخية بأتم معنى الكلمة. نعرفوا الظرف الاقتصادي اللي تمر به تونس، نعرفوا الصعوبات الاقتصادية، نحكيوا على ميزانية الدولة لسنة 2024. تونس قاعدة تسدد في ديون متاحة وتعول على إمكانياتها الذاتية، خاطر فما شروط مجحفة يفرضوها الصناديق المالية العالمية ما نجموش نطبقوها في تونس، ورئيس الجمهورية يرفض تطبيق هذه الشروط لأنها باش تمس مباشرة بسلم الأهلي. نحكيه طبعا تعرفوا الناس كل على صندوق النقد الدولي والشروط اللي يوضحها، وبالتالي مرفوضة هذه الشروط وتعاملوا معها مادام مازال يفرض علينا في هذه الشروط ويمس معناه حتى من قرارنا
الوطني ومن خيارنا الوطني. بالتالي رئيس الجمهورية يقول بأنه لازم نعاولوا على إمكانياتنا الذاتية باللي عنا نشوفوا رواحنا شنو نجمو نعم. في هذا الخصوص أحكي على السيارات الإدارية. خليني نبدأكم بالنقطة هذه. فما النائب فضل بن تركية اللي هو مساعد رئيس البرلمان مكلف بالتصرف العام قال بأنه معناها رئيس الجمهورية بخصوص تجديد أسطول سيارات البرلمان وسيارة رئيس المجلس أيضا، خاطر كل عام ولا ما نعرفش قديش كل عام ولا ربما عامين ولا أكثر، المهم أثناء نورمال مو يجدوا أسطول السيارات. يقول بخصوص الموضوع هذايا فإنه وزارة المالية رفضت جميع أنواع السيارات أيا كانت بسبب تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتقشف وعدم شراء سيارات إدارية مهما كانت القيمة متاحة في كامل سنة 2024. لعد معناها نشوفوا سيارات ونشريوهم ويبدوا غالين ولا ماركت غالية وآخر صيحة باش حطوها لرئيس البرلمان وللوزير الفلاني والوزيرة الفلانية والنائب الفلاني، ما هذا ممنوع وبتعليمات من الرئيس في إطار سياسة التقشف في إطار الوضع اللي قاعدة تعيش فيه البلاد. ما فهمش حتى كهربا باش تشري سيارة إدارية نحكي طوال عام 2024، هذا بشكل واضح. الكراهب اللي عندكم تزيكم معليش تجديده، الكراهب الموجودة تكفي فيه ألف برك. كذلك نحب نقول بأنه فما برشا جدل على الموظفين في البرلمان. رئيس البرلمان قال بأنه فما 400 موظف والبرلمان يحتاج فقط 200. منين جاءوا هالمئتين الزايدين؟ من مجلس المستشارين سابقا ومن وزارة حقوق الإنسان سابقا. الموظفين اللي كانوا فيهم هزوهم للبرلمان، دونك البرلمان ولا فيه 400 موظف ما يحتاج كان 200. البقية شنو باش يصير لهم وقت لي باش يعملوا مجلس الأقاليم والجهات؟ 200 موظف هذوكم باش يمشيوا للمجلس الثاني باش يخدموا فيه. كذلك في هذا الخصوص مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتصرف العام فضل بن تركية قال بأنه أغلب ملفات الموظفين بالبرلمان اللي تمت إحالتها على لجنة التدقيق في الانتخابات لمنتدبين منذ سنة 2011، يعني هالانتدابات هذه صارت في 2011. وقال بن تركية أنه البرلمان طلب من الدولة ميزانية قيمتها 50 مليون دينار، يعني 50 مليار، إلا أنه وبصفة أحادية من قبل هيئة الميزانية في وزارة المالية والحكومة تم إقرار ميزانية ب 38 مليون دينار، يعني 38 مليار، دون مناقشتها مع اللجنة المختصة بالبرلمان، وهو إجراء غير نظامي حسب تعبيره هو. ويقول بأنه بالميزانية الحالية المخصصة للبرلمان فإنه من المستحيل أنه يتم تحسين الرواتب ولا الزيادة فيها الرواتب هذه المقدرة ب 2350 دينار للنواب مع منحة ب 900 دينار.